عايزين نجاوب على بعض الأسئلة بخصوص موضوع الاكتئاب. أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. وإحنا بنشتغل في المستشفى بتجينا أسئلة كتيرة جدا بخصوص موضوع الاكتئاب، ولما أنا نشرت الفيديو الأولاني بتاعي بخصوص الاكتئاب الأسئلة زادت، فحبيت ان انا اوضح بعض النقاط يمكن ما كانش متاح ان انا اخصص لها وقت كافي في الفيديو اللي فات. اول سؤال هو هل في اكتئاب بيصيب الاطفال زيه زي الكبار؟ والاجابة بتاعتي ايوة، في اكتئاب بيصيب الاطفال. الاكتئاب هو خلل طبي بيصيب كل الاعمار، الاطفال، مراهقين، كبار، شيوخ، بيصيب كل الاعمار. صحيح يمكن تكون الصورة الإكلينيكية بتختلف قليلا في الأطفال عن الكبار، لكنه ليه صورة إكلينيكية، يعني ليه صورة طبية مشابهة للكبار. بالعكس احنا ممكن كمان نقول ان الاكتئاب في الأطفال ممكن يظهر بشكل أوضح من الاكتئاب في الكبار. الطفل بطبيعته عايز يلعب، عايز يتنطط، عايز ينطلق، عايز يتحرك، عايز يعمل أنشطة كتيرة جدا، مش قاعد على حيله. لما بنلاقي تغير في المزاج بتاع الطفل أو تغير في السلوك بتاع الطفل، المفروض ده بيدينا جرس إنذار إن إحنا نروح نكشف أو نسأل هو ابني أو بنتي عندها إيه. مش هدخل في وحشرح أسباب كتيرة جدا للاكتئاب في الأطفال، لكن يعني اعتقد ان في فيديوهات كتيرة اتعملت وكل الميديا بتتكلم وكل الناس بتتكلم على ازاي ان ممكن تتقال كلمة او يتعمل تصرف معين، او ان يحصل نوع من انواع سوء المعاملة داخل المنزل او في الشارع او في البيت، او يحصل نوع من انواع الانتهاك لكرامة الطفل بشكل او باخر. كل العوامل دي بتؤدي الى اكتئاب للاطفال. ولما بنتكلم على السوء المعاملة اللي بتحصل جوه البيت، مش بس بنقصد بيها يعني الانتهاكات اللي ممكن تحصل للطفل، دي جانب مفروغ منه، لكن ممكن يحصل ان الطفل لا يشعر بالقيمة بتاعته جوه بيته، لا يشعر انه محبوب، لا يشعر انه مرغوب، لا يشعر انه ليه قيمة في الحياة. فاحيانا كتيرة جدا بنربط او بتوصل رسالة سلبية للطفل لما بنقول له لو عملت الحاجة الفلانية هتبقى امور او شاطر، لو عملت الموضوع الفلاني احنا هنحبك، لو عملت الموضوع الفلاني مش عارف هنعمل ايه، او لو ما عملتش احنا كده مش بنحبك. فلما بنربط الانجاز بتاع الطفل بالقيمة بتاعته، ده بيأثر على النفسية بتاعتهم. ومهم جدا ان اي طفل يشعر انه محبوب وانه مرغوب. وحتجاوز مرة تانية واقول انه يشعر انه محبوب ومرغوب بدءا من اللحظات الاولى للحمل. في وقت الحمل مهم انه يشعر انه حمل مرغوب فيه. يعني تجاوز في الكلام الطبي شوية، لكن انا مصمم عليه واصر عليه ان اي ست حامل تشعر الحمل بتاعها وتشعر في قرارة نفسها ان هي عايزة الحمل ده. وبيستمر معانا بعد الإنجاب قصة الحب غير المشروط. فتقديم الحب غير المشروط أو الحب بدون حدود للطفل، دي حاجة مهمة جدا، وإنه مش مرتبط بالإنجاز بتاعه، دي حاجة برضو مهمة. زي ما احنا اتكلمنا برضو إن في انتهاكات بتحصل للطفل، وحضراتكم بتشوفوا الحملات اللي بتتعمل دلوقتي بخصوص التنمر، البولينج، مش عارف ليه يعني سميناها تنمر ما سميناهاش ليه تأسد او توحش. وان كنت اعتقد ان حتى التنمر يعني الحملة دي يعني محتاجة مراجعة، لان اذا كانوا الكبار نفسيهم يعني بيتحرشوا ببعض وبيتنمروا على بعض في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل الدنيا يعني، والناس بتطلع باكتئاب من مواقع التواصل الاجتماعي، فما بالكم بقى بالاطفال. المهم ان الاطفال برضو لما بيحصل نوع من انواع التنمر او يحصل نوع من انواع الاساءة النفسية ليهم قبل الاساءة الجسدية او الاساءة الجنسية ليهم، ده طبعا بيدخلهم في حالة مزاجية مش لطيفة. واعتقد ان احنا شفنا الطفلة بتاعت دمياط، وان كان المدرس بدون قصد
يعني ضرب بيها المثل في موضوع معين، لكن ازاي ان ده اثر على نفسيتها. هل دي كل اسباب الاكتئاب في الاطفال؟ لا، في اسباب كتيره جدا، ومن ضمنها الاسباب الطبيه اللي احنا لا نستطيع ان نغفلها في الاطفال. في اسباب طبيه عضويه بتجيب اكتئاب في الاطفال، لكن احنا دلوقتي مش هنتناقش فيها. فمهم ان انا لو لقيت ان طفلي ابني او بنتي مختلف، مزاجه متعكر، مش بيروح المدرسه، خايف، متوتر، منطوي، مش بياكل، مضطرب النوم بتاعه او مضطرب المزاج بتاعه، الحاجات دي كلها بتقول لي لا، في اكتئاب في الاطفال، او اخلي بالي ان في اكتئاب في ابني واروح اكشف. وما اقولش لا الامور كلها كويسه، يعني هو شاف ايه في الحياه او شاف ايه في الدنيا يخليه يكتئب. الكلام ده مش مظبوط، حتى لو ما حصلش يعني اي حاجه سلبيه او اي اساءه سلبيه للطفل، لكن مهم ان انا اروح اكشف طول ما انا شايف ان ابني متاثر بموضوع معين. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيسال على دور الدين والاكتئاب. بنركز تاني على ان الاكتئاب هو مرض طبي، خلل طبي في وظائف الجسم كلها بما فيها المخ طبعا. فزي ما الدين مش بيمنع من السكر، مش بيمنع من السرطانات، مش بيمنع من اي مكان المرض، مش بيمنع الانيميا، مش بيمنع الحمى، فالاكتئاب برضو ممكن يجي للانسان المتدين. فالاكتئاب والتدين ما لهمش علاقة ببعض. ما يقولش ازاي انت كده فقدت علاقتك بالقوة العظمى، او فقدت علاقتك بربنا، او انت مش مؤمن ولا ايه. لا، ملهاش علاقة، ملهاش علاقة دي بدي، يعني الحالة الدينية ملهاش علاقة بحالة الاكتئاب، وإلا كان هيصبح الدين هو اللي بيعالج كل الأمراض العضوية وكل الأمراض اللي بتحصل بسبب الخلل في الكيمياء بتاعة الجسم، والاكتئاب من ضمنها. لكن النقطة اللي أنا عايز أشير إليها هنا، وهي أهمية الحياة الروحية، أو أهمية الحالة الروحية في إنها تنتشلني أو تساعدني في علاج الاكتئاب. مهم إن الإنسان يبقى له علاقة روحية. والكلمة اللي أنا بستخدمها علاقة روحية هي دي الكلمة المكتوبة في الكتب، إن حتى في كتب الطب النفسي بيميزوا ما بين الـ spiritual life والـ religious life، ما بين الحياة الروحية وما بين الحياة الدينية. لأن أنا ممكن أكون بمارس كل طقوس العبادة وكل طقوس الحياة الدينية، لكن ما عنديش حياة روحية. في الفيديو بتاع المرض النفسي احنا قلنا الجسد والنفس والروح بيأثروا على بعض وبيتفاعلوا مع بعض، والاكتئاب كذلك بيأثر على الحياة الروحية، والحياة الروحية بتأثر على الحالة النفسية، والاثنين بيأثروا على الحالة الجسدية. فنحاول نلخص الإجابة كده، هل الحالة الدينية بتقي من الاكتئاب؟ الإجابة لا، يعني ممكن يبقى الشخص متدين ولكنه يجيله اكتئاب. هل نفس والروح وبيأثروا على بعض؟ الإجابة أيوة، ممكن الحياة الروحية تؤثر على الحالة النفسية، والحالة النفسية بتؤثر على الحياة الروحية، والاثنين بيأثروا على الحالة الجسدية. هل الحياة الروحية ممكن تساعدني إن أنا أطلع من الاكتئاب؟ الإجابة أيوة. فكونك مكتئب ده مش معناها ضعف إيمان، كونك مكتئب ده مش معناها إنك مقصر، كونك مكتئب مش معناها إنك مذنب، لأن من ضمن أعراض الاكتئاب اللي إحنا اتكلمنا فيها وهو الذنب المرضي والتكفير المرضي. فنخلي بالنا من القصة دي، ولو أنا هركز على نقطة، إن الاكتئاب مش معناها ضعف في الإيمان أو ضعف في الثقة بالله أو القوة العظمى أيا ما كنت ما تؤمن بها. في أسئلة تاني؟ في أسئلة تاني هنحاول نخصص لها فيديو منفصل. شكرا لحضراتكم، وسلامة حضراتكم، ألف سلامة.